بالفعل هذه في هذه الفترة نعمل على إطلاق ما يسمى بالتمويلات التساهمية أو التشاركية. التمويلات التشاركية اللي نتكلم على مستوى البنوك العمومية. الإجراء رانا مشينا فيه، كنا كان عقدنا مؤخرا ملتقى متخصص في هذا النوع من التمويلات بحضور جميع البنوك وبحضور متخصصين أجانب في هذا المجال اللي كان عندهم باع في هذا، ونعمل على استكمال الإجراءات التنظيمية الداخلية للبنوك، ثم طبعا نتوجه إلى موافقة وطلب الترخيص من بنك الجزائر لإطلاق العملية في أقرب وقت ممكن. الهدف منها هو طبعا استقطاب متعاملين جدد للبنك في سياق معينة من القروض، واستقطاب متعاملين آخرين في مجال الودائع أيضا.